شوفي اختي شنو جبت لك اليوم، عصير انوكسيدابل يا البنات. هانتوما يا البنات، عصير انوكسيدابل من اكسيون. شوفوا الحلقه تحمقوني يا البنات، موديلات غزالين كاين فيها حتى هذا الستيل هذا اللي كيجي سامبل واعرين. شوفوا لي الثمن ديالو غير جد الاورو 79 الحلقه، عصير انوكسيدابل ميك حلو ما يوقع لهم حتى شي حاجه يا البنات. وكاين هذا المصلوح يا البنات اللي كتحمقني هنا في اكسيون، اكثر حاجه كتعجبني يا البنات بورطاتيل، يعني الشارجور كيبقى في الضو والحديده كتهزيها وتقدري تمشي حتى للشومبر الاخر تحدي، هذا الشيء اللي كيعجبني فيها. والشكل ديالها غزال. وكاين هذا الموديل هذا البنات اللي تا هو فيه جوج ديال اللوينات، فيه 2000 واط اختي، عرفتي شي حاجه واعره كتصلح لك الحوايج مزيان. والثمن يا اختي غير نافغو 79. واخيرا يا البنات جابوهم في اكسيون هاد بينك هذا البنات اللي يدير واحد الدجه كبيره يا البنات، جابوه ديال الملابس اللي كيحيد لك لي طاش يا البنات. كاين هذا اختي ديال الملابس الملونين، وكاين هذا يا البنات ديال الملابس البيضين. عرفتي فين ما حطوهم كيطيروا، لقيتهم يا البنات وحرك يحطوا في السلعه. هذا اختي كديري فوق لي طاش وكتمشي لك لا طاش ديالك يا البنات، عرفتي راه كيطيروا والله يا البنات. طيروا الاكسيون خذوهم، راه شي حاجه اللي غترحموا لي عليها الوالدين. حمقوني يا البنات هاد القريعات هادو اللي لقيت اليوم في اكسيون. كيجي اختي هذا كتجي هكا موين، وكاين اختي هاد الكبيره، هادي اختي ديري فيها قهوه، ديري فيها سكر، ديري فيها ملحه، هاد اختي ديري فيهم معدس، ديري فيهم محمص، عرفتي واعرين يا البنات اخر ما كاين في اكسيون. حمقوني يا البنات هاد حاملة الشموع اللي لقيت اليوم في اكسيون، عرفتي ما خلوش لي العقل، كيجيو غزالين. كاين البنات ما شاء الله كاينه في الضوغي، وكاينه اختي حتى في النوار. هانتوما يا البنات فنين فن، عرفتي في واحد الشكل واعر واعر يا البنات. شوفوا لي البنات هاد الكويسات هادو، عرفتي راه ما خلوش لي العقل، الجديد يا البنات ديال اكسيون، اول مره كنلقى هاد الموديلات هادو، عرفتي فنين فنين زوينين، وحتى اللوينات ديالهم غزالين. شوف البنات لقيت هذا الموديل هذا اختي كديري فيه الرولو ديال الكوزينه، عرفتي عجبوني البنات اول مره كنلقى هذا الموديل هذا. كاين اختي في النوار وكاين حتى في الابيض، وكاينين هادو البنات اللي تقدري ديري فيه هكا فراش تعواشق اختي، تقدري ديري فيه قريعه ديال الزيت، كيجيو هكا اونسومبل في لاكوزين. والله البنات الا اول مره كنلقى هذا الستيل هذا. عجبوني يا البنات هاد الفيليلات هادو اللي كيجيو كيحمقوا ديال البنيتات اختي، الا بغيتي تبرعي بنيتك عرفتي بواحد الثمن اللي خيالي اختي هنا في اكسيون. وجابوا هاد الغلايه البنات اللي اول مره كنلقى هاد الموديل هذا، عرفتي راه فيه 3.7، فيه 3 سنين اختي ديال الكارانتي ولا مارك ديال الانجليز. وكاينه يا البنات هاد الفخيتوز اللي واعره كتهز لكم الدجاجه ما شاء الله. هنايا في اكسيون كيجي هذا ديالها كبير البنات ما شاء الله، راه فيها 4.5 لتر، عرفتي البنات واللي كيحمقني فيها راه فيها ما شاء الله 1500 واط، 1500 واط و 3 سنين ديال الكارانتي. السلام عليكم البنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ كنتمنى يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة وبألف عافية. خصكم بشرى جات اليوم لأكسيون البنات ندير واحد الجولة، راني دارت دورة وعرفت شنو كاين، وبغيت نبارطاجي معكم البنات بزاف د الحوايج اللي عجبوني. أول حاجة أختي غنبدا لكم بهاد الحلقات هادو يا البنات اللي والله تصدموني أختي، اللي ديال آسيرين أوكسيدابل هاي أختي شتي. أول حاجة غادي نبدا لكم بها البنات، راه ماشي بلاكيوغ، ماشي البنات آسيرين أوكسيدابل، هادو البنات صابو جبا. شوفي أختي الشكل ديالهم، كاين هاد الموديل هذا عجبوني بزاف. كاين اختي هذا الموديل هذا، كاين هذا البنات هذا راه كيجي سامبل، هذا البنات الجديد ديال اكسيون. اللي كنت اول مره كنت فاش كنت قلت لكم راه جابوا اسيرين اوكسيدابل، كانوا البنات جابوا الخواتم ماشي الحلقات. هادو البنات اللي اول مره كنلقاهم والله البنات الا اول مره. كاين حتى هاد الحلقات اللي عجبوني بزاف، كيجيو اختي هكا شو البنات كيجيو ماشي بحال هادو، كيجيو سامبل. هانتوما البنات كاين هاد الستيل تا هو زوين اللي كيجي فن، وشو السداده ديالو واعر البنات، غير جوج الاورو 79 يا البنات. آسيرين أوكسيدابل يا اختي غير جوج الاورو 79 هنايا في اكسيون. لقيت البنات حتى هاد المقيطات هادو اللي عجبوني، كيجيو هكا زوينين ديال البنيتات، الثمن ديالهم اورو 79. هادو البنيتات الاخوات فنين، كاين هاد الستيل هذا شوف شحال فنين يا البنات، اول مره كنلقاهم هكا اللي باغي هكا يعني هكا مقيطات البنيات، والله حتى فنين اختي وثمن غير زوين اورو 79. كاينين حتى باندات على حساب البنيتات اخواتي غير 99 سنتيم، كاين هاد الموديلات هادو 99 سنتيم. كاين البنات بزاف ديال الموديلات هكا باندات ديال البنيتات اللي بغيو ثمن رخيص. كاين حتى هاد المقيطات هادو 99 سنتيم، كاين هاد الموديل هذا اختي البنات هادو اورو 39 بحالهم بحال هادو، هادو اللي 99 سنتيم هاد الصغار هادو.
لقيت هادو البنات اللي عجبوني بزاف اول مره كنلقاهم هنايا في اكسيون، زوينين هادو ديال الكوزينه وكيتماشاو البنات مع هذا كنديروا فيه هكا الرولو ديال لا كويزين. لاول مره البنات كنلقى هذا الموديل هذا في نيون اللي ثمن ديالو 2.79 €. كاين حتى هذا اللي كيجي مع البنات هو اختي اللي ثمن ديالو 2.99 €. تقدري ديريهم هكا في الكوزينه، تقدري ديري فيه اي حاجه البنات، تقدري ديري فيه هكا يعني ما عرفتش القرعه ديال الزيت، تقدري ديري اي حاجه فهمتوا في لا كويزين هكا تحطيها زويوني. والله البنات الاول مره كنلقى هذا الستيل هذا، يعني ديري فيه عواشقات معالق اي حاجه فهمتوا البنات اي حاجه زويونين. هادو 2.49 €، وهذا الموديل هذا ديال هكا ديال الرولو الثمن ديالو 2.79 €. اول مره كنلقى هذا الستيل هذا. كاين هذا البلاطو هذا حتى هو زوين اللي كيجي هذا كنسرفيو فيه البنات، الثمن ديالو اختي 3.29 €. كاين هذا الفريش هذا الفريشطات وهادو كتجي فيهم 16 بياس. هادو البنات الجديد اول مره كنلقاهم، كيجيو فيهم 4 ديال الفريشطات، 4 ديال الماس، 4 من الحاجه اللي الثمن ديال اختي 6.95 €. كيجي البنات الماتيريال ديالو اينوكس يعني ما يكحل لك ما حتى شي حاجه. وكاينين اختي هاد حاملات الشموع اللي كيبقاو زوينين، عرفتي واحد الديكور ديالهم غزال يا البنات. فنيونين شو الستيل ديال اختي كيجي، كديري فيها شمعه تما كيجي زوين. كاين اختي هذا في الضغي، وكاين البنات هذا في النوار، زوينين والله الديكور ديالهم فن. وكاين هذا الموديل اختي اللي كيجي على هذا الشكل، هذا اختي كتجي فيه بوله، هذا كيمشي بالحجر. شو البنات هذا الثمن ديالو ما عرفتش البنات، لان 6 € ديال هذا ما عرفتش الثمن ديالو. كاين هاد اللعيبات هادو البنات كيجيو هكا زوينين، كتحطهم فوق الطبله، كتحطي عليهم هكا كاس ديالات يعني كاس ديال الماء كاس ديالات اتاي زوينين 77 سنتيم، كتحطي عليهم اي حاجه. وكاين هاد البلاطويج هادو اللي كاين فيهم اختي الدوغي وكاين فيهم النوار اللي الثمن ديالهم 4.95 €. وحطي البنات حتى هاد اللعيبات هادو اللي عجبوني بغيت نبارطاجيهم معاكم هما هادو. شو البنات كاين هاد الوريقات هادو اللي كيجيو زوينين، كاين هاد الديكور هذا ماشي بزاف باش جابوه، راه ماشي هذا هو الستيل اللي كان واحد الستيل اخر فهمتوا البنات. وكاين اختي هاد الموديل هذا كتجي هادي زوينه، هادي كتجي اكثر هي مجموعه، دير اختي هكا فيها لي فخواسك يعني دير واحد البلاطو وتحطي فيهم يعني يكون عندك واحد 6 منهم ولا 4 ولا فهمتوا البنات، وكل حاجه تحطي فيها حاجه يجيك اونسومبل زوين، ديريهم وسط شي بلاطو يعطيو ديكور زوين. الثمن ديالهم اختي 2.95 €. هذا الموديل هذا اللي فيه اختي حتى النوار، ها هو النوار ديالو شو البنات، النوار ديالو كيجي على هذا الشكل على حسب انتيا يعني الدار ديالك شنو دايره، واش دايره الدوغ واش دايره النوار. فريمون البنات زوينين. وكاين حتى هاد لي بلاطو اختي اللي الثمن ديالهم 3.99 €. هادي شي كلشي البنات جديد ديال اكسيون 3.99 €. وكاين هاد اللعيبات هادو، هادي اختي خدامه بالحجره فهمتوا البنات، كديري فيها حجره وكتشعل اختي الضو، الثمن ديالها 1.99 €. كاين فيها اختي هاد الابيض وكاين فيها حتى هاد الموديل هذا. عجبوني البنات هاد الكيسان هادو اخر اختي ما كاين في اكسيون لاول مره يا البنات كنلقاهم، الثمن ديالهم 2.79 €. ولكن كيجيو فني، كاين اختي في هاد الزريرق هذا، وكاين البنات في هاد الكاشيري هذا شو البنات غوز بيبي باردون، وكاين البنات كاين في هذاك الخضيره زوين يا البنات، اللوينات ديالهم كلهم فني. انتي اختي باش تشربي القهوه في الصباح زوين يا البنات فن، عجبني 2.79 €. اول مره البنات كنلقاهم زوينين. وكاين حتى هاد الطفيصلات هادو اللي كيجيو زوينين، هادو اختي حتى في رمضان اللي يقوليك كل اختي تعطي البريوه ديالو هنايا، ولا كل اختي تعطي الشباكيه ديالو هنا غير 49 سنتيم. وكاين الاخوات هاد كاين هاد القراعي هادو اللي كيجيو ديال الزاج ما شاء الله البنات، راه كتهز لك ايترو، ها هي البنات راه ايترو فاصله 200 ml، يعني راه كتهز لك راه جايه الايترونس البنات فهمتوا، يعني ايترو رابعه بحال هكاك فهمتوا البنات. الثمن ديال اختي 2.79 €. ديري فيهم اختي القطنيات العدس الحمص، اول مره كنلقى هاد الموديل. وكاين هاد الستيل هذا اللي عندي البنات، انا بعدا بقى انا بحكم فاش كنمشي للمغرب كنجي معايا البنات لي زيبيس طبزيره، كنجي معايا بالكثره اخواتي فهمتوا، كنشريش انا من هنايا ما عادش مره لا بقيتي اون بان ولا فهمتوا اخواتي. وكنديرهم البنات بحال هاد القرعه اللي كيكونوا مضغوطين مزيان، وكتخزنيهم فشي بلاصه اللي ما فيهاش الضوء فهمتوا البنات، كنديرهم وكنخزنهم فشي بلاصه اللي مظلمه، لان ما خاصش يقيسهم حتى الضوء البنات لا هي ولا الزيت البلديه. بالنسبه للناس اللي كيجيبوا الزيت البلديه من البلاد انا كنجيبها من البلاد، البنات دابا ما عندي سالات لان كنجيبوها كتسالينا وكنبداو نشريو من هنا فهمتوا اخواتي، ما خاصهاش تشوف الضو لان كي الضو البنات ما كتبقاش في هذاك الطعم وما كيبقاش كتبقاش زوينه. حتى بالنسبه لي زيبيس هكا بحال هادو مضغوطين مزيان باش ما يدخل لهم لا هواء لا حتى شي حاجه، اللي اختي الثمن ديالهم 2.99 €. وكاين حتى هذا الموديل هذا اختي اللي زوين، هذا اختي ديري فيه سكر ديري فيه زوين، يعني كاين هنا كتشوفي ديري فيه سكر ديري فيه قهوه ديري فيه ملحه زوينين 2.99 فني. كاين اختي فيهم هاد
هذا يعني هذا الموديل هذا كيجي هكا معين، وكاين هذا كيجي كبير. والله البنات هذا الستيل هذا الكبار هذا اول مره كنلقاهم هنا في اكسيون. موديلات غزالين، هادو جوج الاورو 59 يعني هادو ديري فيهم هكا القطاني، ديري فيه اي حاجه وباش زوين كتشوفي واش باقي ولا خاصك تقداي، فهمتوا البنات؟ فيونين وكاين فيهم البنات حتى اينوكس. ها هو البنات شطو، يعني بالنسبه للاخوات اللي باغين ما باغينش النوار باغين اينوكس. بغيت نبارطاجي معكم يا البنات هذا الغلي هذا، لاول مره يا البنات كنلقى هذا الموديل هذا هنايا في اكسيو اختي، لاول مره البنات فيه اي 3.7 اختي، لا مارك ديال النجليز، 3 سنين اختي ديال الكارانتي، الثمن ديالو 19.95 البنات، اول مره كنلقاه والله يا البنات. ولكن بالنسبه للغلي انا اللي كيجوني عليه بزاف ديال التعاليق هو هذا البنات، هذا راه شي حاجه واعره يا البنات وعن تجربه، بزاف ديال الاخوات اللي خادوه اشكروا قال لك والله يا بشرى الى هذاك ديال الزاج ديال اكسيون الى واعر خطير صدق ليهم فن يا البنات. المهم كاين هذا الموديل هذا وكاين اختي هذا، حتى هو اول مره كنلقاه فريمون، راه تكون لك السلعه في اكسيون راه كاين عندهم حاجات زوينين البنات، وكاينين حتى دي مارك يا البنات واللي باسمينه رخيصه. كاين البنات هذا الميكسور هذا اللي كي زوين هذا البنات عرفتي، كيحطوه ديما اختي كيطير هنايا في اكسيون، كاين فيه اختي النوار وكاين فيه الابيض، والثمن ديالو البنات راه ما غاليش، راه غير نافوغو 95 وفيه اختي 3 سنين ديال الكارانتي، يعني تخزني التيكيت اختي ديال لاكيس راه ما توقع لي يعني يردوا لك الا وقعت لي شي حاجه. وكاين البنات هاد مولينكس هذه اختي اللي كطحن لك العصير لعشاق يا اختي العواصير، البنات طحن لكم حتى لاسوب فهمتوا البنات. ولكن انا نقول لكم البنات بيني وبينكم انا كنفضل اختي يعني كومسات كتجيني ساهله البنات، كديري هكا عصير في الكاس ديال العصير كنطحن ولا هكا لاسوب فهمتوا البنات، هذا كيجيني ساهل فهمتوا. المهم كاين هذا المولينكس حتى هي اللي زوينه البنات، فيها كتهز لك اترو ونص اللي الثمن ديالها اختي 16.95 3 سنين ديال الكارانتي البنات، فيها 500 فولت، راه كاينين ما شاء الله بزاف ديال بغيت نبارطاجي معكم البنات حتى هاد الفخيتوز هذه اللي كاينه في اكسيون البنات شحال هذه، ولكن هذه كبيره البنات ما شاء الله اللي اختي الثمن ديالها لا 4.5 اللي غتهز يعني اكس ال، كدير لك دجاجه البنات يعني كتخشي فيها دجاجه فهمتوا البنات. 3 سنين ديال الكارانتي اللي الثمن ديالها اختي 59.95 واللي كيعجبني فيها يا البنات راها مجهده ما شاء الله، شوف راه فيها 1500 واط، 1500 واط يا البنات. بغيت نبارطاجي معكم البنات حتى هذا المصلوح هذا اللي واعر يا البنات، راه غير اليوم لقيتهم حاطين السلعه ما شاء الله مال البنات، والله الا كنجي كنبغي نصوروا لكم كنلقاه كيطير يا البنات. هذه اللي كتعجبني الزوينه فنه، بزاف الاخوات ما كيحسبش لهم واش يعني حتى المصلوح كاين في اكسيون، يعني اكسيون حنا كنديوها هكا في لي بلاطو في لي كريم البنات، راه كاينين بزاف ديال الحوايج اللي زوينين هنايا في اكسيون. كاين هذا المصلوح اللي كتعجبني البنات حتى الشكل ديالها كيجي غزال، واللي احسن حاجه كتعجبني فيها وهي البنات يعني كاين الشارجور ديالها، دابا كديريها اختي كتشارجا وفاش وفاش كتبغي تحددي كتهزي الحديده تقدري تمشي حتى للشومبر الاخر وتحددي، يعني ما كتبقايش لاصقه في البريز بحال هادي فهمتوا البنات، يعني هادي كتهزيها وكتمشي اختي فين ما بغيتي وكتحددي، هادي هي احسن حاجه كتعجبني فيها فهمتوا البنات، لان البريز كيبقى لاصق مع الشارجور ديالها عرفتي. وتا الشكل ديالها كيجي ما شاء الله غزال يا البنات، اللي الثمن ديالها اختي 24.95 يعني فنه. ها انت اختي كتهزيها غير بحال هكا وكتمشي تصلحي فين ما بغيتي. وكاين هذا الموديل هذا اللي اختي خاصك يعني هذه كتمشي بالبريز، هذه اختي حتى هي حديده وهذه البنات راه كديري فيها الماء، راه كاين واحد اللعيبه هنايا كتحليها كتخوي الماء وكتحدي بالماء يعني وكتطلق لك الفابور فهمتي اختي. وكاين هذا الموديل هذا اللي الثمن ديال اختي 9.79 ما غالياش، راه ثمن مناسب اخواتي. كاين اختي في هذا الزريرق وكاينه في هذا اللون هذا فهمتوا البنات، وهذه اختي فيها البريز يعني حتى هي زوينه، فيها 2000 واط ما شاء الله ما شاء الله، يعني اختي راه كتجي مجهده فهمتوا البنات، وهذه ويعني كتطلق لك الفابور يعني باش كتصلحي مزيان 9.79، وهذه فيها البريز يعني كتبقاي يعني خاصك تبقاي قريبه للبريز لان البريز كيكون في الضو وانت كتحددي. والله البنات الا كيحطوهم هنا في اكسيون وكيطيروا كنجي شحال من خطره كنبغي نصورهم وما كنلقاهمش اخواتي. وكاين البنات هاد لي برودوي هادو اللي زوينين، انا البنات كنت خديتهم من كارفور، كانوا دايرين واحد والثاني 80%، كنت خديتهم هادو اختي كترشيهم على الدار ديالك، بحال دابا كترشيها على الصالون ترشيها على 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 الدار كلها يا البنات كترشيها فهمتوا البنات، كيخلي ريحه زوينه اللي اختي الثمن ديالو
ديسودورانتي 3 أورو 34، كاين حتى هذا الموديل فيه جوج ديال الموديلات اللي كيخليو لك اختي ريحه زوينه يا البنات في الدار. كاين هذا الموديل هذا اللي اول مره كنشوفه، شوف البنات هذا الموديل هذا كيخليك الريحه ديال اللي فخوي، هذا الستيل اول مره كنشوفه، يعني البنات كترشي اختي هكا في الدار ديالك وكيخلي لك الريحه ديال اللي فخوي في الدار، زوين يا اختي. عجبني هذا الموديل هذا والله البنات لاول مره كنلقاه، الثمن ديالو راه ما غاليش غير أورو 59. نبارطاجي معكم البنات حتى هذه اللي كاين بزاف الاخوات اللي ما عارفيناش، هذه اختي بحال دابا كديريها في الدار ديالك، بحال دابا يعني ديريها في سبرديله، شوف البنات ديريها وسط الماريو، ديريها في الطوموبيل فين ما بغيتي، كتحطيها وكتعطي واحد الريحه زوينه، فهمتوا البنات؟ يعني كتعطي ريحه زوينه، ما كتبقاش هذيك الريحه اللي كتكون فهمتي، يعني الريحه ديال الصبابط ولا كتخشي في وسط الصباط ديالك، ها هذه والصباط ديالك ما كتبقاش تعطي ديك الريحه خايبه. شوفي اختي الثمن ديالهم أورو 59، كاين هذا الموديل هذا وكاين هذا الغوز وكاين اختي حتى هذا الصفيفر هذا اللي فيه الريحه ديال السيترون. الا كتعاني اختي من الريحه ديال الصبابط عندك في الدار، اختك بشرى جابت لك الحل، عرفتي البنات كتخشي فيهم هاد اللعيبه هذه في الصبيبطات ديالك ما كتبقاش اختي ديك الريحه، ولا ديرها وسط الماريو فين ما درتيها البنات كتطلق لك واحد الريحه واعره يا البنات، عرفتي راه الناس كياخذوا منهم والثمن اللي ما غاليش بزاف. يعني البنات حتى هاد العلاقات هادو اللي كتعلقيها ورا الدفه، كتعلقيها اختي فين ما درتيها كتشي علاقه فهمتوا البنات، كتعلق ورا الباب كتعلقي فيها هكا الحوايج المونطو ديالك ولا الساك ولا، الثمن ديالهم غير أورو 99. هاد الموديل اول مره كنلقاه فهمتوا البنات، داكشي باش بغيت نبارطاجيه معاكم. كاين نورمالمون هاد الستيل هذا، هذا كان ديجا البنات زوين، هادو اختي كتعلقيهم حتى هما في يعني ورا الدفه. كاين هذا، كاين هذا في سميتو، كاين هذاك في النوار وكاين هذا في اللون ديال الاينوكس، كيجيو زوينين يا البنات والله الا كينفعوا، فهمتوا؟ تقدروا ديروها هكا في ورا الباب ديال الشومبر ديال الوليدات وتعلقي فيها اختي هكا الكبيبطات ديالهم ولا المحفظه ولا، فهمتوا؟ اللي كيبقاو بثمن زوين أورو 79. واللي بغيت نبارطاجي معكم البنات واحد الحاجه اللي ديما كناخذها زعما عندي فهمتوا، يعني هذه عوض فاش كتبغي هكا ديري لي سوتيان غورج ولا تبغي ديري شي حاجه فيها السيور ولا الملابس الداخليه ولا تقاشر اختي، ديما كيتضروا لنا في الماكينه ديما كتخرج وحده وحده ما كتخرجش، كنعرفوا يا اختي فين كتمشي. هذه زوينه البنات، هذه اختي كديريها هكا في لا ماشين وكتسديها بالسنسله وفاش كتسالي كتجبديها فهمتوا، وداك الشيء اللي جبديه كيبقى هنايا، يعني بحال لي سوتيام ديفو كتلقايهم ملويين على الحوايج ولا، اللي الثمن ديال اختي غير 88 سنتيم. واللي بغيت نبارطاجي معاك يا البنات واحد الحاجه اللي خطيره، هاد بينك هاد المشهور يا البنات، كاين هذا اختي ديال الحوايج والله يا البنات الا شي حاجه واعره كيحيد لك ليطاش فن البنات، كلكم عارفين هاد البرودوي. وكاين هذا يا البنات ديال الملابس البيضاء، هذا اختي راه كيجي بودر كدير اختي على ليطاش ديالك ومن بعد كتدخليه هكا بغيت نقول لك الثلاجه كتدخليه لا ماشين، والله يا البنات الا شي حاجه واعره البنات، هضره ماشي غنشكروا لكم، راه هو شاكر راسه راه في بلايص اخرى يا البنات دير الثمن. كاين هذا اختي هنايا ديال الملابس البيضاء، وكاين هذا البنات ديال الملابس الملونين اللي الثمن ديالهم اختي 4 أورو 99، والله يا البنات الا شي حاجه يعني واعره، وهذا البنات راه كلشي كيهضر على هاد لي برودوي دايرين واحد الضجه كبيره يا البنات، جربوهم والله يا البنات ما غادي تندموا. كنتمنى يا ربي هاد الجوله تنال الاعجاب ديالكم، ما تخلوش على اختكم بشرى بواحد جيم وبارطاج الفيديو، واللي مازال ما دارش ابوني دير ابوني، كنبغيكم بزاف، مع السلامه.